مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا مميز، ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا والأكثر كفاءة رحبوا معي بالأستاذ إسماعيل صاحب شركة فانسي بلازا للأزياء المغربية. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ إسماعيل. أوقاتك، أهلا وسهلا فيك. مرحب فيكم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، شكرا. منورنا اليوم عبر شاشة بوجودكم هذا. الله يزيدك شرف يا رب. يا رب. طبعا أستاذ إسماعيل، بالبداية بدي أتعرف عليك وبدي أعرف السادة المشاهدين أكثر بحضرتك عن بداية حياتك العملية في دولة الإمارات. متى جيت وكيف بدأت مشروعك الخاص؟ تفضل. بالنسبة للاسم إسماعيل شايف، جيت من اليمن في عام 2000. نعم. في 1/5 ما شاء الله 2000. فكانت بدايتي في محل صغير للملابس الجاهزة. نعم. ومشيت فيها فترة، وبعد كده تحولت إلى العبايات. أحسنت. عندما كان في رواج للعبايات بشكل ملفت تحولت إلى العبايات، وبعد كده تحولت إلى هذا المحل اللي هو الأزياء المغربية. جميل. لأنه صارت الأزياء المغربية بالنسبة للمواطن دولة الإمارات هي الشيء المميز، يعني لأنه شغل يدوي وشغل مرتب وبيشتغل في المغرب. يعني خلينا نحكي زي الموديل اللي دارج، يعني زي الموديل. أيوة بالضبط كده. نعم. جميل، ما شاء الله عنك. طبعا خلينا نتعرف على فانسي بلازا للأزياء المغربية أكثر عن الخدمات والمنسوجات اللي أنتوا بتشتغلوها داخل الشركة المميزة. تفضل. احنا بنشتغل جميع الأزياء المغربية بشكل. نعم. عام، واللي هي طبعا أشياء شغل تقليدي. نعم. الشغل التقليدي المغربي واللي هو الأصيل. نعم. أكيد. أحسن. الأصيل اللي هو باليد. ما فيش عندنا، ما نقدرش ننتج هنا في المحل أي شيء إلا اللهم أنه عمال بيقصوا بيخيطوا بيجهزوا القطعة وبنطرشها على البريد على المغرب. على المغرب. بتشتغلوها بالمغرب. نرسلها على المغرب، عندنا معمل هناك في المغرب. أحسن. هو بيقوم بالمهمة، بنرسل له كل قطعة مع صورة الموديل المطلوب. خلينا نحكي. فهو هناك بيقوم بالشغل وبترتيب الألوان، لأنه عندنا مصمم هناك كمان. أها حلو. بيصمم الألوان، بيصمم الأشياء، بيشوف اختار الألوان المناسبة. نعم. وبيشتغلوها وبيرجعوا لنا عبر المطار. أها جاهز. شحن جاهز. أها. بتوصل لهنا، احنا عندنا العمال كمان بس بيسووا لها البخار الكاوية اللي هي وبنعرضها للزبون تكون جاهزة. برافو عليكم. ما شاء الله. نسأل الله العلي العظيم التوفيق لكم ولهذا المحل المتميز. الآن أستاذ إسماعيل، في سؤال كثير مميز وكثير مهم عن التميز اللي أنتم اكتسبتوه داخل دولة الإمارات، لأنه إذا بنطلع برأس الخيمة هون وخصوصا المنطقة هاي كثير محلات وكثير منافسة، فكيف أنت قدرت تثبت وجودك وتقنع المجتمع كامل الإماراتي خلينا نحكي بالأزياء المغربية الموجودة لدى فانسي بلازا؟ بتميز أولاً بالصدق. برافو عليك، أحسنت. هذه أول. نعم. صفة. نعم. بتميز بأنه أوجد للزبون نفس طلبه 100%. إذا كان في غلط بالشغل أنا بعوض الزبون مباشرة بدون أي كلام. الشيء الثالث، اختيار الأيادي العاملة في المغرب، طبعا مش هنا في المغرب، اختيار الأيادي العاملة اللي هي يعني زي ما يقولوا الصانعة باليدوي يعني. فهذه الأشياء اللي ميزتنا، إضافة إلى الوقت. مثلا أنا بعطي للزبون ما بقيش أقوله ممكن تخلص بعد شهر، هي تخلص بعد شهرين. لا، أنا بقول له بعد شهرين. أيوة. بعد شهرين لازم يأخذها بعد شهرين. بقول له بعد شهر ونص، يأخذها بعد شهر ونص. حلو. يعني حتى إنه الزبون ما يجيش لعندي ويرجع. صحيح صحيح. يعني خلينا نحكي بيس اوف مايند، يعني راحة البال للزبون. جميل. إضافة إلى هذا كله إنه نحاول إنه نعطي الزبون الأهمية. أحسن. يعني نعطيه الراحة كيفية التعامل في المحل، حتى انه يطلع من عندنا وهو مبسوط. مرتاح. ايوه.
هذه أهم ميزة عندنا. جميل ما شاء الله. طبعا من قناة ABC العربية بنتمنى لكم التقدم والنجاح أكثر وأكثر. بتستاهل وبتستحق أستاذ إسماعيل أنك تكون ناجح بحياتك. الله يسلمك. التطور إن شاء الله. الآن خلينا نتعرف على الرؤية المستقبلية لحضرتك. وين بتشوف فانسي بلازا للأزياء المغربية بعد سنتين من الآن؟ والله أنا بفكر أنه أخرج عن رأس الخيمة. أحسنت، ليش لا؟ طبعا مثلا لأنه في عندي زبائن أنا بيجوني من أبو ظبي، من العين، من دبي. ليش ما يكون فرع هنا؟ أنا بفكر كذا، بفكر مثلا أنه نعمل فرع في أبو ظبي. نعم، يغذي منطقة أبو ظبي والعين. أبو ظبي أيوة. لأنه فانسي بلازا له اسم في أبو ظبي، له زبونه. نعم. الخاص بيجي من هناك لين هنا، وبعد كذا عندي خدمة التوصيل كمان. أحسن. بوصل لهم إلى محلاتهم، إلى بيوتهم يعني. فأنا أفكر مستقبلاً إن شاء الله يكون لي فرع في أبو ظبي وفرع في دبي. إن شاء الله. طبعاً شاء إحنا الله. كمان بنتمنى لك هذا الشيء. وأنا متأكد كمان كأحمد إنه حنشوف فانسي بلازا بكل الإمارات، مش بس بأبو ظبي ودبي. إن شاء الله. إن شاء الله. الآن أنت موجود بدولة الإمارات من سنة 2000، يعني تقريباً 22 سنة. فأكيد عارف إنه دولة الإمارات رقم واحد بالعالم، تنعم بالأمن والأمان، تنعم بالرفاهية والبيئة الاستثمارية. أكيد، وهذا الذي شجعنا ويشجع المستثمرين جميعاً. بالضبط. لأنه يستثمروا في هذا البلد. صحيح. ويستقروا في هذا البلد. صحيح. بلد فيها أمن واستقرار. نعم. بلد فيها يعني استقرار، تقدر تعيش بكل الحرية، بكل أراحية. أهم شيء أنك تكون ملتزم بالقانون، بالنظام والقانون الموجود. صحيح. داخل البلد. نعم. فتعيش أنت والمواطن بدرجة واحدة، ما فيش تفرقة، ما فيش أي تميز. صحيح. وهذا الشيء طبعا، هاي المنظومة اللي انت بتحكي عنها أستاذ إسماعيل ما اجت من فراغ. أكيد اجت من الشيوخ. أكيد الشيوخ الله يحفظهم وطول بعمرهم، يعني عملوا جهد كبير. نعم. حتى انهم وصلوا البلاد للمستوى هذا. صحيح. وصلوا الناس انهم بيبحثوا انهم كيف يدخلوا دولة الإمارات. أيوة. وكيف يستثمروا فيها. صحيح. فإحنا كمان من قناتنا السامية بنتشكر شيوخ وحكام دولة الإمارات، بنتشكرك أيضا. أكيد بنتشكرهم وبنأخذ على يداتهم وبنقول لهم يعني متشكرين وجزاكم الله كل خير، مش عن الشعب الإماراتي، لا، عن جميع الشعوب العربية وجميع الشعوب العالم، لأنه تقريبا 280 جنسية موجودة داخل. صحيح. الإمارات. صحيح. صحيح. وهذا ما جاش من فراغ، طبعا جاء من أشياء، من دراسة محكومة من جهد مبذول. صحيح. من جهة الشيوخ، من جهة الدولة. الله يطول بعمرهم يا رب. آمين يا رب. وأنا بتشكرك جزيل الشكر أستاذ إسماعيل لاستقبالك الرائع لنا في فانسي بلازا. إن شاء الله. الله يسلمكم ويعافيكم من التقدم والنجاح. يا مرحبا فيكم. ولكن قبل نهاية البرنامج بحب أخذ منه موقع المحل المتميز للمشاهدين الكرام. الموقع هو في رأس الخيمة. نعم. شارع الدهان، بالقرب من صيدلية طالب. نعم، جميل. طبعا مشاهدينا الكرام، وخصوصا مشاهدينا اللي بتتابعونا من إمارة رأس الخيمة، المحل موجود بشارع الدهان، فانسي بلازا للأزياء المغربية. وإذا بتسمح لنا أستاذ إسماعيل نأخذ جولة داخل المحل. تفضلوا المحل محلكم. ونعرض بعض الأزياء اللي موجودة للمشاهدين الكرام. تفضلوا المحل محلكم. حياكم الله. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.